في الأوضاع الكارثية والإنسانية في داخل مستشفيات قطاع غزة. مباشرة يسعدني أن أرحب عبر الخط الهاتفي بالدكتور استشاري واستشاري التخدير والعناية المركزة في مستشفى الشهداء الأقصى في دير البلح، الدكتور حسن الشاعر. دكتور حسن، أهلا ومرحبا بك معنا، يعطيك العافية، بتمنى أنك تكون بخير. دكتور حسن، يعطيك العافية. دكتور حسن، ألو، ألو، يعطيك العافية دكتور حسن، الله يعافيكم. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. دكتور، يعني نتحدث اليوم عن مستشفى شهداء الأقصى المتواجد أنت به بعد النزوح من شمال قطاع غزة. هذا المستشفى هو الوحيد المتبقي الذي يخدم هذه المنطقة. الصور الإنسانية وأيضا الصور في كافة مستشفيات قطاع غزة لا يمكن وصفها بكلمات ولا يمكن الحديث أيضا عنها. اليوم ماذا عن مستشفى شهداء الأقصى وأنت متواجد فيه في هذه اللحظات؟ كيف بإمكانك أن تصور لنا هذه المشاهد؟ مستشفى الشهداء الأقصى هو المستشفى الوحيد في المنطقة الوسطى اللي بتضم المخيمات الآتية: مخيم النصيرات، مخيم البريج، مخيم المغازي، مخيم دير البلح، بالإضافة إلى قريتي المصدر والزوايدة. طبعا بالإضافة للعدد الهائل من النازحين من منطقة شمال قطاع غزة. الآن تقريبا عدد المواطنين في المنطقة الوسطى يقارب 800,000 نسمة. المستشفى احنا مستشفى صغير يحتوي على 5 غرف عمليات. عدد المرضى او المصابين اللي يجوا لنا عدد هائل. احنا بنعمل تقريبا يوميا ما يقارب من 25 الى 30 عمليه في ظل الامكانيات المحدوده. في انا ضعف في الكادر او في عدد الكادر الصحي، بالاضافه الى قله المستلزمات الطبيه اللي بنعاني منها. هناك صعوبة كبيرة صراحة في التعامل مع المرضى في هذه الفترة، في هذه الظروف السيئة اللي احنا بنعيشها. دكتور حسن، يعني تحدثت عن ضعف في الكادر الصحي وأيضا الكادر الطبي المتواجد داخل هذا المستشفى، يعني هل بإمكانك أن تضعنا في مجمل حول عدد الطواقم الطبية المتواجدة في هذا المستشفى وأيضا في المقابل عدد المرضى والجرحى المتواجدين أيضا؟ بالنسبة للكادر الصحي الموجود في المستشفى الآن تأثر عدده لعدة أسباب. السبب الأول قضية صعوبة التواصل أو الوصول إلى المستشفى نتيجة القصف المستمر إلى المنطقة الوسطى. طبعا السبب الآخر هو فصلنا عن منطقة شمال قطاع غزة، هناك نزوح للأطباء من المنطقة الوسطى إلى المنطقة الجنوبية اللي هي ممكن تعتبر لحتى الآن أكثر أمنا من منطقة رفح، هم يعتبروها. هناك سبب آخر وهو هجرة عدد من الأطباء خارج قطاع غزة. دكتور أيضا، يعني نعم تفضل. طبعا هناك أسباب أخرى، إنه إحنا المستشفى تعتبر مستشفى صغير، هي لا يتجاوز عدد الأسرة فيها 80 إلى 100 سرير، والحي أو المساحة اللي نعمل فيها مساحة ضيقة جدا، وهذا يشكل صعوبة إلا حتى في التعامل مع المرضى الغير مصابين. يعني عندما نتحدث عن 80 أو 100 سرير متواجد اليوم في داخل هذا المستشفى، لكن الجرحى هم أضعاف، بل أضعاف الأضعاف أيضا في داخل هذا المشفى. إحنا استقبال أن تقريبا نستقبل ما يقارب من 50 إلى 100 إصابة يوميا. نعم. في الاستقبال، وهذا العدد بالنسبة لمستشفى الشهداء الأقصى يعتبر عدد كبير جدا. طبعا من الإصابات هذه ممكن يدخل عندنا غرف العمليات من 10 إلى 15 حالة إصابة، غير المرضى أو الجرحى المبيتين داخل المستشفى. فإحنا يقارب عدد المرضى التي تجرى لهم عمليات يوميا من 25 إلى 30 عملية يومية تجرى في
مستشفى شهداء الأقصى. دكتور حسن تحدث عن إجراء 30 عملية يوميا في داخل هذا المستشفى نتيجة الإصابات التي تصلكم من قطاع غزة بشكل كامل، خاصة من منطقة خان يونس، بعد يعني خروج كافة مستشفيات منطقة خان يونس عن الخدمة. اليوم كيف بإمكانكم أن تعملون، وكيف بإمكانكم أيضا أن تقومون بهذه العمليات التي لربما هي بحاجة لأدوات بسيطة وأيضا أدوات دقيقة جدا، يعني في ظل عدم وجود هذه الأدوات التي تحتاجونها في غرف العمليات، كيف تعملون؟ احنا الان نعاني من نقص حاد من المستلزمات بالاضافه للادويه في داخل غرف العمليات. يعني احنا من اهم الاجهزه اللي ممكن نستخدمها صراحه اجهزه تثبيت لكسور العظم. هذه الان نعاني من نقص حاد فيها او تقريبا غير موجوده. بالاضافه في عندنا كمان مشكله اخرى نعاني منها اللي هي ادويه التخدير. صحيح. فهناك كثير ادويه الان من ادويه التخدير غير موجوده عندنا. ونستخدم بدائل أخرى ولكن هي غير مناسبة لجميع المرضى. هذه مشكلة أخرى. والمشكلة الثالثة كمان في عندنا مشكلة المختبرات. إحنا المختبر في كثير من التحاليل الآن غير موجودة في داخل المستشفى، وهذا ينعكس سلبا على بعض المرضى. تمام. في نقص حاد في وحدات الدم. إحنا الآن في نطلب لبعض مرضى مثلا كمية كبيرة من وحدات الدم ولكن غير مطلوبة غير موجودة، فنحن تقتصر مثلا على نصف هذه الكمية، وهذا قد يشكل خطورة أيضا على حياة المرء المصاب. تمام. فهذه صراحة مشاكل أخرى تحرج الكادر الطبي في داخل العمليات أمام المرضى أو المصابين الذين يتعرضون إلى إصابات صعبة جدا لم نراها من قبل. هناك تهتك شديد في الأطراف، في الجسد، تمزق، حروق شديدة، إصابات صراحة صعبة جدا ويصعب التعامل معها في الظروف العادية، مش في الظروف السيئة اللي احنا الآن بنمر فيها. يعني وما الأدوات والوسائل المتبقية لديكم والمتاحة أيضا لديكم دكتور حسن اليوم لإنقاذ ما تبقى من الجرحى وأيضا المرضى نتيجة عدم وجود أي من المساعدات التي تحتاجونها؟ صراحة احنا بنحاول قدر الإمكان نتواصل مع المستشفيات الأخرى المتبقية على الخدمة للحصول على النواقص الموجودة عندنا. فصراحة هناك صعوبة جدا أحيانا حتى انه احنا نلجأ إلى تحويل بعض حالات من مستشفى الشهداء الأقصى إلى المستشفى الأوروبي في منطقة خان يونس الذي لا يزال يعمل في هذه الفترة. يعني دكتور حسن تحدثت قبل قليل أنكم تضطرون لاستخدام أدوات بديلة عن التخدير، يعني هو غير متوفر اليوم لإجراء هذه العمليات الدقيقة، يعني ما هذه هي الأدوات البديلة؟ صراحة هو أصناف من الأدوية إحنا بنستخدمها، يعني بتكون مثلا مش موجود عندنا صنف نستخدم صنف آخر أقل كفاءة أو أقل مصلحة للمريض هذا. و يعني صراحة النتائج قد تنعكس نوعا ما بصورة سلبية على المرضى، قد يشكو مثلا من آلام شديدة بعد العملية. احنا غير موجود عندنا مسكنات للسيطرة على هذه الآلام الشديدة لهؤلاء المرضى. في عندنا نقص حاد في الأدوية التي تستخدم لتسكين هذه الآلام. نعم، يعني دكتور إلى أي مدى بإمكان هذا المستشفى البسيط الذي يتوافد عليه مئات الجرحى يومياً والمصابين أيضاً بأن يستمر في تقديم هذه الخدمة لهؤلاء المصابين؟ يعني هل هناك وقود كافي في هذا المستشفى؟ هل هناك يعني أدوات طبية لربما تساعدكم في الأيام القادمة؟ إلى أي مدى أنتم اليوم أيضاً بحاجة إلى كافة المستلزمات الإغاثية وأيضاً المستلزمات الطبية لهذا المستشفى؟ لا نزال ننتظر المساعدات من قبل أو من الخارج. نحن الآن على يعني نتعرض أو نهيئ أنفسنا لانعدام هذه المستلزمات إن لم تدخل من الجانب المصري إلى قطاع غزة عامة. صراحة نحن نخشى أن لا تصل هذه المستلزمات أو الأجهزة قبل نفاذ الكميات المحدودة الموجودة عندنا في قطاع غزة.
يعني دكتور، أيضا إن أردنا الحديث عن الجانب الإنساني وأخيرا لربما أنت القادر اليوم والأقدر على وصف هذه الصور الإنسانية، نتحدث عن آلاف النازحين المتواجدين في داخل هذا المستشفى بالتزامن أيضا مع الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لمحيط هذا المستشفى، كيف بإمكانك أن تصور لنا حال النازحين والوضع المأساوي الذي يزداد يعني صعوبة في كل دقيقة نتيجة هذا العدوان؟ أختي، احنا نتعرض إلى ضغط نفسي شديد في ظل هذه الهجمة صراحة لصعوبة الحالات. نحن نجري عمليات لأطفال يتعرضون لبتر أطرافهم الأربعة، طرفين السفليين والعلويين، أطفال لا تتجاوز أعمارهم العامين، تمام؟ وهذا يؤثر علينا سلبا صراحة في التعامل وحتى في الحياة المعيشية في بيوتنا لشدة هذه الإصابات. أطفال، صبايا، شباب يعني لا يتجاوز أعمارهم 15 عام و10 أعوام يتعرضون إلى إصابات مخيفة لم نراها من قبل نتيجة صراحة الغارات الهمجية أو الغارات العشوائية على البيوت التي يسكنوها الأطفال والنساء. صراحة من شدة هذه الإصابات نحن نتعرض إلى ضغوطات نفسية يعني صراحة صعبة جدا. يعني بالتأكيد ذلك. دكتور، أخيرا اسمح لي أن أتحدث يعني عما تحتاجونه اليوم لهذا المستشفى، لربما أنتم بحاجة لكل شيء اليوم في ظل عدم وجود أي مساعدات تصل إلى هذا القطاع وأيضا إلى المستشفيات، يعني ما الأدوات التي أنتم بحاجة إليها اليوم بشكل سريع لإنقاذ هؤلاء الجرحى والمرضى وأيضا النازحين؟ اليوم نتحدث عن خطر المجاعة وأيضا خطر انتشار الأوبئة في قطاع غزة. بالنسبة للمستلزمات الطبية، احنا لنا 5 شهور في هذه الحرب. يعني نفذت من اعتقد من مخازن وزارة الصحة كلها كل المستلزمات، واحنا الان في مرحلة الخطر لانتهائها. صراحة المساعدات انا لم الاحظ انه وصل لنا مساعدات كثيرة او وصلت لنا مساعدات انه من الخارج. من جديد تقريبا اخر بس 2 3 بدأ يوصل لنا وفود من الأخرى الأردنيين، وفود إنجليزية من عدة مؤسسات وصلت إلنا، ولكن مستلزمات طبية صراحة أنا لم ألاحظ لأنه لم يختلف علينا الموضوع. يعني زي ما حكيت لك قبل شوية، صحيح إنه إحنا في أنا مثل نقص في عمل في أجل تثبيت القصور، ولا حتى الآن نعاني من هذا الموضوع. يعني إحنا المرضى يمكثوا أسبوع 10 أيام حتى نجد جهاز قد ننتزعه من شهيد، من جسم شهيد او متوفي، تمام، حتى نستخدمه لمصاب اخر. فحتى الان صراحه الهجمه كبيره جدا، المستلزمات والاجهزه قليله جدا اصبحت، المساعدات لم نراها غير ملحوظه. فصراحه الوضع مزري جدا في المستشفى الشهداء الاقصى، وهناك معاناه شديده، أعداد نازحين داخل مستشفى كبيرة، نعم. ضغط على الكوادر الصحية، أمور الوضع النفسي صعب جدا. صراحة يعني هذا يعني أكثر شيء ممكن أحكي لك إياه في ظل الظروف اللي إحنا عايشينها. يعني أتمنى لكم الصبر والقوة على كل ما تشاهدونه دكتور نتيجة هذا الاعتداء الإسرائيلي المتواصل. أتمنى دوما لك السلامة أنت وجميع الطواقم الطبية العاملة في مستشفيات قطاع غزة. شكرا لك دكتور حسن الشاعر، استشاري التخدير والعناية المركزة في مستشفى الشهداء الأقصى بعد النزوح من مستشفى الشفاء الطبية. شكرا لك.